اهلا بيكم في قناة ايمي يومي. انا ايمان الطحان، بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل حاجة سهلة جدا وبسيطة، 3 مكونات بس هنقدر ان احنا نعمل حاجة تتقدم للضيوف مشرفة وتتجاب باغلى الاسعار، بس احنا هنعملها في البيت بمنتهى السهولة. انا عندي تمر، هجيب تمر يكون نوع طري وهفتحه من النص، هحاول على قد ما اقدر ان انا يعني ما بهدلش المنظر الخارجي بتاعه، يعني نصين كده، وهشيل النوى اللي فيه وهحط مكانها لوزة. اللي حابب يستعمل اي نوع تاني من المكسرات ماشي، ممكن بندق، اي نوع انتوا بتفضلوه يعني، بس هو اكتر نوع مشهور يعني في السوق هو التمر باللوز، بس كله حد يعني حسب المكسرات اللي بيفضلها. عندي هنا هعمل نفس الحكاية بقى، هعمل تقدروا تعملوا الكمية اللي تحبوها يعني على حسب ما تحبوا. هعمل عندي بقى هعمل الكمية بتاعتي بقى كلها، هحشيها وهجيب بقى شوكولاتة غامقة ما تكونش فيها سكر، عشان كفاية سكر التمر يعني عشان ما تبقاش مسكرة قوي معايا، وابتدي ان انا ادوبها على حمام مية. كده الشوكولاتة بتاعتي خلاص دابت خالص، هنزل فيها بقى التمر اللي انا حشيته ده وابتدي ان انا اغلفها بالشوكولاتة من جميع الاتجاهات كده. بعدين اجيب عندي طبق واغلفه بستريتش عشان الشوكولاته ما تمسكش معايا في الطبق، ولما اجي افكها تبتدي تتكسر معايا او كده. الاستريتش هيساعدني جدا ان انا اطلع التمرية سليمه ومتغلفه كلها بالشوكولاته من غير ما تتبهدل معايا. هعمل الكمية بتاعتي كلها وبعدين ادخلها التلاجة تجمد خالص، وابتدي بقى ان انا اشيلها من على الاسترتش. خلاص هلاقيها كلها بقت قطعة واحدة. انا قطع لكم واحدة اهي من النص، بصوا يعني حاجة سهلة جدا وجميلة، وفي نفس الوقت يعني في العزومات او المناسبات او كده هتبان حاجة قيمة، يعني محدش هيتخيل ان انت ممكن تكوني عاملاها في البيت، يعني حاجة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت هتشرفك. هستنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.